السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنخدكم برضك في جولة أخرى، نرجع لأيام الحلمية، نتفرج أو نسمع عن الحرف اليدوية اللي كانت الناس بتمتهنها في الوقت ده عشان تكسب رزقها منها. أول حرف من الحرف دي اللي هي مصورات المية، وده كان رجل بيشيل على كتفه كده كاميرا كبيرة وليها رجلين طويلة وليها غطاء أسود كده، حطه في الجناين أو في الميادين ويصور الناس، ويخش داخل اللي هو الايه الغطاء الاسود ده علشان يصورها، وكان طبعا بيطبع الصور وهو واقف قدامكم، ده قبل ما تعمل المحلات بتاعه التصوير اللي احنا بنشوفها اليومين دول. واحد تاني كان اسمه بياع الربابيكيا، او اللي بيشتري، هو بيعدي في الشوارع والحواري يقول ربابيكيا، واللي عنده حاجه قديمه، بنطلون قديم، بدله قديمه، جزمه قديمه، كرسي قديم، بيبيعه للراجل ده. وفي نفس الوقت كان في حاجه اسمها سوق الكانتو، سوق الكانتو تروح فيه تلاقي كل الاشياء القديمه، كراسي وترابيزات والحاجات دي وهدوم الى اخره. وفي كان راجل بيسن السكين، اللي بيسن السكين ده كان بيشيل على كتفه عجله ليها رجلين، وتحت الرجلين دي في حاجه كده بيتك عليها عشان تدور العجله، والستات من بلكونات ينزلوا السكاكين والسطور والحاجات دي كلها وتلف العجله، وفي حاجه كده زي حجر هو ايه بيحط عليه السكينه عشان ايه تستنى. طبعا غير الباقع الجائلين اللي كانوا بيجوا يبيعوا البط والوز والفراخ والخضار والفاكهه الى اخره في البيوت. في واحد بقى تاني كان الرفه. يعني ايه الرفه؟ الرفه ده لما يكون عند الناس دي هدوم قديمه، زي مثلا عند الركبه البنطلون باظ، او عند القعده بتاعت الجسم البنطلون باظ، بيوديه للرفه ده. فالرفه ده بيقعد بابره وفتله رفيعه يحط حته بنفس اللون من جوه علشان ما يبانش ان هو البنطلون ده مرقع قدام الناس. الحاجه الثانيه اللي كان بيسلك البلاعات، كان في البلاليع العموميه في الشوارع لما تسد، في واحد بيجي كده ويقلع هدومه وينزل في داخل البلاعات مع عن طريق الوزاره ويخش ايه يغطس تحت. يعني عملية غير آدمية بالمرة. وطبعا كل الأولاد كانوا بيقفوا يتفرجوا عليه لأنه كان ينزل عريان خالص. طبعا هل كان في تأمين صحة عليه؟ هل كذا هل كذا؟ الله أعلم. من ده حلاق الصحة. يعني إيه حلاق الصحة؟ لا، الصحة دي مهنة بدأت في الريف، اللي هو الشخص اللي هو عنده محل كده وبيطهر الولاد وبيطهر البنات، وفي نفس الوقت بيكتب كده حبة أدوية اي كلام يعني للناس موجوده ايه في الريف. طبعا كان بيعمل مشاكل كتيره جدا في عند الناس دول. الدراويش المشعوذين والحجاب، بيروح واحد كده قاعد في البيت وقافل على نفسه اوضه ولابس جلابيه مقطعه ولابس طرطور على راسه و50 سبح على ايده ودخان وبتاع ده، ويقول لي انت فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، انت جوزك بيحبك، انت جوزك هيطلقك، الحاجات دي كلها. كان بيبقى ليه بعض الصبيان قاعدين في وسط الناس اللي جايين له عشان يسمعوا القصص من الناس اللي داخلين، ايه عشان يقول لهم ان هو يعني هم يخشوا يقول لها تعالي يا ام فلانه وتعالي يا ابو فلان. ففتان تقول ازاي عرف؟ لان كان ليه واحد قاعد او واحده قاعده في وسطهم بتتكلم معاهم. صندوق الدنيا، صندوق الدنيا ده برضك صندوق زي اللي احنا بنشوف كده متغطي، ويخش الاطفال فيه يقعدوا على دكه تحت، والراجل بقى اللي هو بيشغل صندوق الدنيا في حبه مزيكا وراها، وبيشغل حبه صور كده الشاطر حسن وست الحسنى والجمال وعنتر ابن شداد ومش عارف مين ومين، والاطفال بقى يقعدوا فرحانين، كل واحد فيهم ايه يدفع مليم ولا مليم ولا نكله ولا تعريف الى اخره. يعني الارجوز ده برضك كان صندوق كده خشب، والراجل من وراه بردك اللي هو ماسك الأرجوز ده، يعني راجل وست كده مع بعض، وبعدين ايه هو بيتكلم بقى، الراجل بيتخانق مع الست والست بتتخانق مع الراجل. وطبعا ده كان شائع جدا جدا في مصر في الاحياء الشعبيه، او في اكتر في الريف اللي احنا بنتكلم عنه. الحاوي ده بقى كان يجي ويعمل حركات كده زي السيرك، بس السيرك ايه على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموعه، يقعد نططوا وينطوا في الهواء وينزلوا الى اخره. وبعدين الحاوي ده كمان كان بيعمل عنده ناس بيجيبوا النار كده وينفخوا فيها ويحطوا مثلا حاجه كده زي ما تقولوا دايره كده من حديد يعني، ويخش فيها واحد منهم ينط فيها من الناحيه دي للناحيه دي ومن غير ايه النار ما تحرقه. الاخير اللي مش انا هتكلم عنه كذلك اللي هو الاوراداتي. الاوراداتي دي كان واحد بيمشي معاه بالرق كده
ومعاه قرد صغير يعني مسلسل كده, ويقول له وريني نوم العازب, وريني مش عارف مين, وريني كذا, وريني الراجل ما عندوش اللي بيضرب مراته ولا الست اللي بتضرب جوزها الى اخره. فده القردات كل المهن دي كلها كانت مهن جميله جدا جدا, وكانت بتخلي الاطفال يتجمعوا حواليها, والناس كانت بتكسب منها مبالغ محترمه يعني. على الاقل كانت الحياه رخيصه, وفي نفس الوقت الناس كانت بتحاول تجد اي فرصه تعمل او بتخلق لنفسها اي فرصه عمل ما بين الرفة ومصورات المية واللي بيسن السكاكين واللي بيبيع على البيوت, وكل الحاجات دي كلها تدل على ان الفرد المصري كان بيبدع في انه يحاول يجد لنفسه اي وسيلة للكسب الشريف علشان ما يمدش ايده للناس, بما فيهم الشخص اللي كان بينزل في بلاعة المجاري عريان ملط علشان ما عرفش في اخر الشهر كان بياخد قد ايه من الحكومة في نفس الوقت ده. جزاكم الله خير, ولو عجبكم الفيلم شاركوه مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.